رجل شج رأسه احتلم فأفتاه بعض الناس بوجوب الغسل اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم والنبي العظيم والمبعوث رحمة للعالمين. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان داخل وخارج الوطن الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساءكم سعيد طيب مبارك، ومرحبا بكم جميعا إلى مائدة العلم والإيمان. مرحبا بكم جميعا إلى برنامج هل سألوا، مباشرة عبر قناتكم قناة القرآن الكريم، القناة الخامسة من الجزائر. أسعد في هذا اللقاء في هذا البرنامج أن أستضيف فضيلة شيخنا الأستاذ الإمام المفتي الشيخ أبو عبد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا شيخنا الكريم. نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم الفقهية والشرعية، نرحب بتواصلكم الدائم والدائم مع البرنامج. تحية خاصة إلى كل الفريق الذي يسهر على خدمتكم هذه الأمسية، على رأسهم المخرج يونس والسيدة زينب التي ترافقنا عبر لغة الإشارة. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. قال رجل كان يجلس مع النبي: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، وإن الكبر بطر الحق وغبط الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكره الإمام مسلم. فضيلة شيخنا الشيخ أبو عبد السلام، جزاك الله عنا كل خير، حديث مهم ما أحوجنا إليه في حياتنا العامة اليوم في هذا المفهوم الكبير الواسع لسيدنا النبي، أكثر تفاصيل معك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث واضح أن الله تعالى ينبذ الكبر، يحب التواضع، ينبذ غبط الناس حقوقهم، معناها يحب من يعطي كل ذي حق حقه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا أيضا في حديث قدسي آخر في نفس المعنى، يقول الله تعالى: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نافسني فيهما قصمت ظهره ولا أبالي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معناها فيه ثلاثة أيضا، وذكر في حديث آخر ثلاثة تفرد الله بها، فمن وجد في نفسه شيئا منها فقد أشرك، يعني نصب نفسه ندا لله تعالى، شريكا لله تعالى، والعياذ بالله. والعياذ بالله. نعم، الوحدانية والعظمة والكبرياء. فمن أسمائه سبحانه تعالى المتكبر، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الجبار المتكبر. هذه من أسمائه سبحانه تعالى. لكن لا يجوز لمخلوق أن يدعي الاتصاف بهذه الأوصاف، فهي من حقه وحده سبحانه وتعالى. ولذلك توعد الله تعالى بقسم الظهر في جهنم لمن وجد في قلبه مثقال ذرة. مثقال ذرة يعني شيء أخف، أخف شيء من الكبرياء في قلبه، لأن الكبرياء، وذكر معناها لما سئل عن معنى الكبر هذا قال هو غمط الناس، هو بطر الحق وغبط الناس. نعم نعم، فمعناها إبطال الحق وأخذ الحق بغير وجه من حق من وجوه الحق، وظلم الناس والاعتداء عليهم، أخذ مالهم بغير وجه حق. نعم، أكل حقوقهم بالباطل،
كل هذا من غمط الناس حقوقهم، وكل هذا من بطر الحق. نعم. فالله تعالى حرم الكبر لما يترتب عليه من إعجاب الإنسان بنفسه، وكأنه فضله الله على سائر المخلوقات. سيدنا الله تعالى عندما ذكر لنا قصة في سورة الكهف، صاحب الجنتين عندما دخل جنته وهو ظالم لنفسه، هكذا ربي وصفه، ظالم لنفسه. ظالم لنفسه معناها دخل في شيء من الكبرياء، من الغطرسة، من الجبروت، وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ولئن مت لأجدن غير عند الله خيرا منها، يعني كلاس، يعني مضمون، في ضمان. فقال له صاحبه: يا ودي لا تكفر، ارحم والديك، لا تكفر، لا تنكر حق الله تعالى. الله هو الذي أنعم عليك، وفي قدرته أن يأخذ أو يسلب منك من هذه الحقوق. إذا كان أنا ما أعطانيش ربي المال والولد، فالله تعالى يستطيع أن يسلط على حديقتك هذا ما يزيلها من الوجود، ويأتي على غلتها فتندثر، ويأتي على مائها فيغور، ولا تستطيع له طلبة. فإذا يعني قالوا هل يعني لما يكون حبيت توضع مع ربي سبحانه عز وجل ولا تغبط حق المنعم عليك، على الأقل قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني عندك إعجاب بالحديقة نتاعك وبما فيها من أشجار وورود وثمار ومياه وكذا إلى آخره، أشكر الذي أعطاك هذا، هذا من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن هو ظن أن الرجل بشطارته وبذكائه وبعمله نال ما نال. لا، إنما هو بتوفيق من الله، وإنما هو برزق ساقه الله إليه. صح. فلذلك الإنسان ينبغي أن يتحلى بخلق التواضع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. يعني الذين اشتهروا في الدنيا من الصحابة رضي الله عنهم، ومن العلماء الصالحين العاملين وما إلى ذلك، بماذا اشتهروا؟ لم يشتهروا بغزارة علمهم ولا بكذا، اشتهروا بأمرين: بصلاح عملهم وتواضعهم لخلق الله تعالى. طيب فضيلة الشيخ، أسألك كما سأل الصحابي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أوفق بين هذا التواضع الذي تحدثتم عليه وبين أن أكون في شكل جميل وفي مظهر جميل وفي عائلة جميل وفي منزل جميل وبين الناس جميل وأظهر نعمة الله علي؟ فضيلة شيخنا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجلس مع الصحابة رضي الله عنهم، فقال لهم: من أسدل إزاره، يعني ثوبه، ويجره على الأرض، لن يجد ريح الجنة، يعني لا يشم رائحة الجنة. يا الله. قال في حديث آخر: ما أسفل الكعبين هو في النار. نعم. يعني هذا إشارة إلى إسدال الثوب، يعني إرخاء الثوب. فكان في الحاضرين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو ممن يحب أن يطيل ثوبه. قال: يا رسول الله، أنا أطيل ثوبي ولكن ليس كبرياء، ليس خيلاء، أنا طبعي هكذا. يحب ثوب قال: لا، أنت غير معني بهذا الأمر يا أبا بكر. سبحان الله. إنما الذي توعده الله هو الذي يفعل هذا كبرياء وخيلاء، يعني وكأنه يريد أن يظهر في الناس متميزا بهذا الثراء، بهذا الكبرياء، بهذه العظمة، بهذا كذا. هذا الذي يريد الله أن يكسر ظهره وأن يكسر كبرياءه، وتوعده بجهنم. هل عيب أن أظهر بين الناس متميزا فضيلة الشيخ؟ ليس هناك عيب في أن يحسن الإنسان هندامه. نعم. الهندام الجميل. الهندام مش معنى الهندام، معنى الثوب نتاع الإنسان، لباس الإنسان، العناية بهذا اللباس. يعني الإنسان لماذا شرعت؟ احنا عندنا ثلاثة أمور معروفة عند الحكماء من الناس أنها من السنة، يعني من السنة العملية. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ المرآة، والإبرة، والخيط. يعني قالوا: لماذا يعني هذه الأمور من السنة؟ قالوا: أما الإبرة والخيط فالإنسان معرض لتمزق ثوبه في أي لحظة، في مع أي حركة إلى آخره، لا يجد حرجا، ينزوي إلى زاوية فيخيط ثوبه ويخرج في شكل لا بأس.
وأما المرآة ليعتني بهندامه بصورته حتى إذا ما خرج إلى الناس خرج في الصورة الحسنة التي قال الله فيها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني لا يخرج إلى الناس وشعره مش عارف كيف داير واللحية نتاعه كيف كذا إلى آخره، ويعني ليس هناك عناية. النظافة من الإيمان كما شاء على ألسنة الحكماء. النظافة من الإيمان. فقالوا أحد الناس دخل على مدينة سكانها منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس وما إلى ذلك، قال الداخل هذا سأل قال كيف أتعرف على مسلم في خضم هذا التعدد في الديانات، كيف أتعرف على مسلم وأذهب إليه مباشرة وأحييه تحية الإسلام؟ نعم. قال حينما ترى إنسانا معتنا بهندامه نظيف في ثوبه أنيق في العناية بشكل ثوبه فذاك هو المسلم. سبحان الله، يعني معناها إن الله يحب، اقترن صفة المسلم بالنظافة والشكل الحسن الطيب. هذا هو، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. على عبده معناها الله تعالى أنعم عليك بالثراء، هذا الثراء إذا كان والله حديث يجر إلى حديث. صح. كان في صديقان أحدهما ثري غني يعني لا يعرف ماذا يكسب. نعم. والآخر من أفقر خلق الله. تصادق صدفة جمعت بينهما فكان صديقين حميمين. فالفقير قال والله هذا صاحبي غني وثري، يعني احتراما له والله غير نعمل له ضيافة. دعاه لبيته ضيف وأوصى أهله قال لي بالغوا في العناية بما تعدون تكريما لهذا الضيف الذي متميز. وفعلا زوجته اعتنت بمطبخها وبذلت جهدها وأحضرت يعني أطباق شهية، وجاء الضيف واستنار به البيت وفرح به أهل البيت وانتهى الأمر، خلاص انتهت الضيافة كل واحد راح لحاله. نعم. هذاك الأغاني فكر في نفسه قال هذا صديقي فقير وكلف نفسه واستضافني في بيته، من المروءة أن أرد له الجميل الضيافة، أن أستضيفه كما استضافني. وفعلا استضافه ذات مرتين، قال لي يلا أنت ضيفي هذه الليلة اليوم. وجاء الضيف اللي هو فقير، دخل البيت فإذا بالبيت يعني ما فيش حاجة، متواضع جدا، ليس فيه كراسي وليس فيه طاولة وليس فيه يعني عناية بمظاهر النعيم. ما كانش خلاص. ولما جاء وقت الـ 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 الأكل يعني قدم أطباق يعني متواضعة جدا وربما تتقزز منها الأنفس. نعم. الفقير سأل الغني قالوا يا أخي لما عليك كل هذا التقشف وهذا الشح هذا لماذا؟ قالوا يا ودي أخاف من الدنيا أن تتغير علي، أخاف من هموم الدنيا من مصائب الدنيا. قال والله مصائب الدنيا ما تعمل فيك أكثر من اللي راك عملته أنت في روحك. سبحان الله العظيم، يعني هذا الحق في ذلك. نعم. فإذن هنا الإنسان ينبغي أن يظهر نعمة الله تعالى، وأما بنعمة ربك فحدث. شيخ قلت لي قبل البرنامج حتى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يظهر نعمة الله عليه. نعم. من خلال ملبسه ومأكله ومشربه ورائحته، كانت له الألبسة خاصة بالأعياد والأفراح. أولا من ناحية الطيب، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صريح متفق على صحته، نعم، حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب هو الأول. الطيب كان يتطيب. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطيبه. سبحان الله، يعني حتى أطليه بالطيبة، يعني يخرج برائحة طيبة زكية. والرسول صلى الله عليه وسلم ربي أكرمه بالرائحة الطيبة دون حاجة إلى هذه الأنواع من المسكنات. ريحته طيبة، كان عندما يتصبب عرقا. إيه؟ أم سلمة ذكرت ذلك، قالت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ضيفا فاحتاج إلى النوم فأفرشت له نوم. يلا، وجعلت في فراشه شيء مش كما احنا نديروا النيلو.
يعني ثوب قطعة قماش لا تتسرب منه المياه. والرسول صلى الله عليه وسلم كثير العرق، يعرق كثير، يعرق خاصة لما يكون نايم. فكانت أم سلمة تقول كنت أتشفف هذا العرق وأعصره في قنونات، يعني في قراءة صغيرة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ هكذا مفاجأة ويجي ويراني أفعل ذلك. فقال ماذا تفعلين؟ قالت يا رسول الله إني أريد أن أجعل عرقك هذا في طيبي. سبحان لأنه الله، لأنه أطيب من الطيب. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. قال صدقتي. نعم قال صدقتي، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقه طيب عليه الصلاة والسلام، فيعني لم يكن محتاجا إلى مس الطيب، ومع ذلك كان يمس الطيب، كان يتطيب خاصة يوم الجمعة ويوم العيد. حتى في الهندام كان عنده بردة حمراء يلبسها أيام الفرح، أيام العيد وأيام الجمعة، حمراء حمراء، يعني شيء. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يظهر مظاهر الفرح أيام الفرح، مظاهر الأناقة عندما تحتاج إلى هذه الأمور إلى أناقة. والإنسان ينبغي أن يعتني بنظافته وبأناقته، فكان صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الهندام وبالنظافة إلى آخره. في مجلس قلت كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبه على تطويل الثوب إلى أسفل الكعبين لأنه لما فيه من الكبرياء من الخيلاء. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا ثوبي أجره. قال لا، أنت لست، هل تفعل هذا كبرياء؟ قال لا. ومن هنا تساهل العلماء وقال من استطال ثوبه وزين حاله ليس كبرياء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إظهارا لنعمة الله تعالى وعملا بالعرف السائد عند الناس، فهذا ليس داخل في الوعيد هذا تاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العناية بالنظافة، العناية باللباس، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. كان صاحب ابن أبي الدنيا كتب كتاب الأبد أدب الدنيا والحياة، تصدره بهذا الحديث بهذا إن الله الحديث. جميل يحب الجمال. وجاء بصور من العناية، عناية المسلم بثوبه وأناقته ومرآته قبل أن يخرج إلى الخارج. سبحان الله. وكانت ضمن الزوجات الصالحات معينات لأزواجهن قبل الخروج حتى يخرج في مظهر جميل، يعني جميل لائق. فكانت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قبل أن يخرج أبو الدرداء تلقاه تعتني بهندامه وتوصيه وتوصيه أيضا بما بالحلال. يا أبا الدرداء نصبر على الجوع، نصبر على العري، نصبر على العطش، نصبر كذا، ولكن لا نصبر على النار. الله، اتق الله فينا فلا تطعمنا ولا تكسونا إلا الحلال. الله، هذه الزوجة الصالحة، مثال للزوجة الصالحة. احنا الآن رأنا نشوف أيضا بعض الزوجات الصالحات زوجها قبل ما يخرج، خاصة إذا كان من ذوي ربطة العنق، نعم، يا الله تجي ولو كان ما كانش هي مليحة، لكن معليش هي تعمل إمضاء نتاعها وتعملها، وهذا من باب يعني التواصل الودي. صح، صح، بين الزوجين. نعم، وحتى الحوار يعني الكلام الطيب. فوالله ذكرتها مرة زوجة من الزوجات الطيبات الصالحات وتريد أن يعني تمسك زوجها إليها بكل ما أوتيت، يعني زوجها ما يزيدش يفكر في غيرها من النساء. صح. خرج من البيت راح للعمل، قبل أن يصل إلى العمل تأتيه رسالة في الهاتف، يفتح الرسالة من زوجته. وش تقول له بالدارجة نتاعنا؟ قل له توحشتك يا روح روحي، يا توحشتك يا روح روح. نعم. تصور هذا الرجل الذي يتلقى هذه الرسالة من زوجته التي خرج منها منذ لحظات فقط أو دقائق. نعم. يعني كيف يقضي يومه من السعادة، من السرور، ومن استعجال الساعة متى يخرج ويعود إلى البيت، إلى بيته ومنزله، ليعيش ذلك الأنس، ذلك الود إلى آخره. فإذا معناها العناية بالهندام وإعانة على الهندام الجميل، هذا من علاقات التواصل وعلاقات التواد بين المسلمين، زوجات وأزواج وما إلى ذلك، حتى الأبناء والبنات إلى آخره. أنا كانت عندي بنت ذروك الله أم الله يبارك، أطفال وبعيدة ومشغلة في أولادها، الله يبارك، كانت عندها ذوق
في انسجام الألوان. أنا لا أملك هذا الذوق. نعم. لكن هي أعطيت هذا الذوق هذا. ما شاء الله. فعندما تراني أخرج بلونين مختلفين يعني غير منسجمين أبي أنتظر أنتظر لا 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 لا, لا هذا غير غير, غير حتى تلقى انسجام تقول روح الآن ربي سهل عليك. علما أنه الشيخ أبو عبد السلام لا يلبس إلا الجميل وإلا الذوق الرائع الراقي. ما شاء الله. ما شاء الله. ما أعطى الله تعالى. وعرف بالشيخ أبو عبد السلام أنه دائما جميل المظهر جميل الذوق ربي يبارك فيه ويحفظه إن شاء الله تعالى. نبدأ على بركة الله الشيخ مع زملائنا. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم الفقهية والشرعية. شيخنا وأستاذنا وإمامنا أبو عبد السلام يجيب عليها بإذن الله تعالى وتوفيقه. نرحب بجميع الأسئلة عبر الأرقام 021-39-42-42 الأرقام تظهر أسفل الشاشة. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. إذن نرحب بجميع أسئلتكم الفقهية والشرعية ونبدأ مع أول مكالمة. السيدة أم لجين من ولاية سطيف. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا أم لجين. سؤال. نعم. خصمت أنا والزوج نتاعي واتهمني بالشرف نتاعي. بعد خرجت بولي تبعث له ميساج قلت له اليوم نفرقوها خير كي عدت تتهمني في هذه الهدرة وتهدر لي هذه الهدرة حاجة ما فيش تتلوحة فيها ما نقعدش معاك. قلت له ذوك أرواح ذوك جيت تديني ولا نعيط لبابا ونقول له وش قلت لي. نعم. بعد ما قلب لي والو ما هدرش معايا وذاك وليت من القلقانة عيطت لساع دارنا ما هزوش عليا. ومن بعد ولات عيطت لي ماما وليت قلت لها وش قال لي. ومن بعد كي جا هو ولا لقاني مدا يراقش تاعي ولا قال لي انتي كي ما تفهميش انا ما قصدتش هكذاك ما هدرتش هكذاك. من بعد ولا قال لي وش الميساج اللي دزيتي لي وتحوسي نفرقوها هذاك ولا انا نهضر انا وياه وهي عيطت ماما. ولا قال لي كي عيطتي تاع داركم قلتي لهم؟ قلت له انا ما قلت لهمش. قال لي كون تعودي عيطتي لهم وقلتي لهم درك نفرقها ويروح القش وكلش قال لي. من بعد كي تصالحنا بعد ايام قلت له قال لي كنتي تحاولي تفرقوا حتى دزيتي لي ميساج. قلت له انت كنت تهدد فيا بهدرتك؟ قال لي انا ما نهددش. قلت له ما راني انا كذبت عليك انا قلت لماما وقلت لك ما قلتش. قلت له شنو كان القصد تاعك بلي راني مطلقه ولا شنو؟ قال لي اها انا قصدت بلي مطلقه ما قصدتش بلي راكي مطلقه. ما حبيت نعرف من الشيخ كيف تلفظ هو وش الكلمه اللي قالها. الكلمه اللي قالها يا ام لجين قال لكم تعودي قلتي لتاع داركم درك نفرقها. درك نفرقها معناتها طلاق قصد الطلاق هو هكذا. ها نواه بلي انا قصدت بلي نطلقك ما قصدتش بلي راكي مطلقه. ها نعم ان شاء الله نجاوبك. يجاوبك سيدنا الشيخ ان شاء الله سيدتي ام لجين من سطيف. بارك الله فيك. شكرا. بعد قليل نزيد مكالمه. حفيظة من عين الدفلة. لا تنقطع مكالمة الأخت حفيظة من عين الدفلة. لا بأس. نعم شيخ تجيب عن سؤال السيدة أم لجين حتى نستقبل. نعم. مكالمة أخرى تفضل. والله نقولوا لها السيدة أم لجين. لجين ما شاء الله يا ربي بارك إن شاء الله. آمين. لجين وإخوتها. آمين. إن شاء الله رب العالمين. نقول يعني هذا دلال كبير في علاقتك مع زوجك. هو مدلك ويستعمل يعني كلمات التهديد وكذا الى اخره من اجل ان ينغصك كما يقولوا احنا بالدرجه نتاعنا باش يزعفك شويه وما هوش معناه قاصد الشر ولا كذا. وانت كذلك معناها من الدلال نتاعك ومن عزه نفسك ومن كرامتك ما احتملتيش هذه الكلمات ولو قصد بها التنكت فقط وليس يعني الجديه. فنقول لها يا بنتي تريثي شوية ما تقلقيش وما تستعجليش أمورك وما تتسرعيش في فهم ربما لم يقصده زوجك الشرف والكهام وما تتسرعيش في إفشاء السر البيت إلى ولو أهلك ولو أمك باباك خوك. خلي سرك في دارك. خلي سرك في بينك وبين زوجك في دارك. هو ما عنده حق يخرج أسراركم وهو أنت ما عندك حق تخرج أسراركم. نعم. خليه هذا لأنك كما يقال في المثل سرك أسيرك ما لم تبح به فإن بحت به سرت أسيرا له. فغدوة أنت غير حاجة شوية أنت مشاكل ولا حاجة أمك تذكرك
ها انت يا اخي هذاك النهار بعدا كنت كلمتيني وانا قلت لك خرجي وما شنو وما قديتيش رايي، لو كان خديت رايك ما توصليش. شفت هاي تولي تذكرك وتولي تعيشي على الماضي السيء اللي هو عبارة عن عارض هكذا زوبعة مرت وما فيها حتى يعني قصد إلى آخره. فهذه الكلمة انت نفرق نفرقك وكذا ولا مش عارف شنو نفرقوها يعني مع بعض نتفارقوا ولا كذا، هذا مش طلاق خلاص، مش طلاق، ما كانش طلاق هذا خلاص، هذا حتى ولو نوى بها الطلاق ما وقعش طلاق، لأنه بكلام على المستقبل حتى وقال حب نطلقك هكذا بهذا الكلام هذا، هذا ما فيش طلاق هذا، لأنه نطلق هذه بعد 100 سنة، هو بعد 100 سنة ممكن ما تعيشش 100 سنة هذه نتاعكم. صح. فلذلك ما نعطيش أهمية لهذا الكلام هذا إلا إذا الزوج أصر وألح وأقر بأنه ما قصد بكلامه إلا الطلاق، عندئذ يتدخل الناس، لأنه لعلك بكثير من الأزواج يتكلموا بالطلاق، حتى يتكلموا بالطلاق الصريح، لكن يتكلموا تحت إكراه، إكراه نتاع الضغط نتاع الزوجة، أنت كذا أنت كذا، خاصة إذا قالت له كلمة هذيك نتاع إذا راك راجل طلقني، إيه إذا راك راجل كذا أنت ماشي راجل، يعني كلمات النبية اللي ما يتحملهاش الراجل من زوجته، أي رجل لا يقدر يصبر عليها. نعم. فلما تكون تحت الإكراه هذا، وإذا كنت راجل طلقني، وإذا كذا وأنت كذا وأنت كذا، تحت الإغماء يعني أنت خلاص مغلق، ما يعرفش يعرف واش يدير، يقول كلمة الطلاق، هذا الطلاق ما يوقعش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، يعني الإنسان لما يكون درجة قوية من الغضب وين ما يعرفش واش يقول، كي مجنون خلاص مهبول، وعن مهبول نحاسبوه على الشيء اللي يقوله، خلاص خلاص. فلذلك أنت ما تبقايش يعني تشدي وتتشبسي في الكلام، علاش هذه الكلمة قلتها وعلاش هذه الكلمة قلتها، كلا قالها عرض نخليها، ردي روحك ما سمعتيهاش خلاص، وعيشي في بيتك وحافظي على دارك وحال على زوجك. وبالغي دائما أوصي للبنات، البنات حواء زوجات ولا غير مش متزوجات، يعني إن شاء الله ربي يزوجهم، آمين يا رب، قل لهم بالغوا في الإحسان لأزواجكم، ونقول للأزواج بالغوا في الإحسان لزوجاتكم، لأن كل منهم منكما راه ما ربطوا بعضكم ببعض إلا بكلمة الله. صح. فكيف ربي تجعلوه شاهد رابط بينكم وانتم تخدعوا من وراء ذلك؟ لا، لازم كل واحد يحافظ على هذا الرباط المقدس هذا. ربي ما كان حتى عقد، عقود كل كائن عقود سمها عقود، لكن العقد نتاع الزواج اللي يربط بين رجل وامرأة سمها الميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلذلك الإنسان ينبغي يحافظ على هذا الميثاق هذا، وما يتفكش في أي هكذا بلعب، كلمة لعب. نعم. كاين بعض الأزواج في باب يمازح زوجته، يعني قضية ما عنده حتى قصد وما عنده حتى نية وما عنده حتى كذا إلى آخره، من باب المزاح يقول كلمة هذه نتاع الجبل هذه قنبلة تنسف الدار كل. نعم. فنقول لهم ما تتشدوش في الأمور هذه، تلينوا شوية، إذا كان يعني معناها تفاقمت الأمور، أدخلوا كما قال الله تعالى حكما من أهلها وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وربي إن شاء الله يجمع. آمين يا رب العالمين. شيخ نستقبل مكالمة أخرى واتصال آخر معنا، السيدة أم محمد من ولاية شلف. السلام عليكم سيدة أم محمد. نعم السلام عليكم سيدة أم محمد. مرحبا سيدة أم محمد من شلف، السلام عليكم. مرحبا. نروح الرشيد اللي من العاصمة، الأخ رشيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا وسهلا سيد رشيد. بدون إطالة الله يعيشك، حبيت برك نسقسي الشيخ ربي يبارك فيه إن شاء الله. آمين يا رب. ما حكم الجار الذي يؤذي جاره؟ إن شاء الله نجاوبك. كيفاش يعني ناحيتي كامل وأنا نخدم شريت دار باش نستر فيها أولادي. نعم. تحت مع جار سوا ديزون جار يعني لمدة 6 سنوات دركا هو يأذي فينا. إن شاء الله نجاوبك يا ابني. نجاوب. نعم. شكرا جزيلا. بارك الله فيك أخ رشيد من العاصمة. نذكر دائما بالأرقام 021-39-42-42 أو 43-43. اتصال أم محمد من ولاية المسيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدة محمد. حبيت نسأل الشيخ على قراءة القرآن بعد صلاة الفجر.
يعني لما تكون فيها سجدة تلاوة نسجدوا معليش بعد صلاة الفجر، يعني نعرف باللي ما نسجدوش بعد صلاة الفجر. يجاوبك الشيخ إن شاء الله، واضح سؤالك. نعم هذا هو سؤالي. ولما نكون نقرأ في نصلي في النوافل، نعم نقرأ سورة طويلة ومن بعد ننسى في وسط الصلاة، ننسى نكمل السورة، معليش نقطعها ونركع ونسجد. نعم يجاوبك بإذن الله. وبارك الله فيكم. فيك بركة السيدة محمد، بارك الله فيك، يعطيك الصحة إن شاء الله. نروحوا الأخت سعاد ونبقى دائما معها في ولاية ميلا. السلام عليكم سعاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا تعيش عندي زوج أسئلة. نعم تفضلي يا سعاد. السؤال الأول، نصف الخميس والاثنين وساعة نصوم ساعة ما نصومش، يعني اسكو عندي عيد ولا ما عنديش؟ ايه سؤالك الاخر. السؤال الثاني، زوج تاعي عنده ولادو ويعاملوه المعامله مش مليحه، يعاملوا المعامله تاعهم كثر على بهم، يعني اسكو عنده عيد ولا ما عندهش؟ هذو ولادو اللي عاملوه معامله سيئه. ايه نعم. ماشي ولادي انا، تسمى ولادو من المره الاولى. ايه نعم يعاملونهم معامله سيئه. ايه يعاملوهم كثر على بهم. بدهم يعني عملوا يعني واحد المعاملة يعني ما نقدرش نوصفها يعني. الله يجيب الخير. تسمع الإجابة بعد قليل. يعني تسمى كيفاه، يعني تسمى نحب نوجههم هكذا، نعيط لهم يعني عندهم إيتم. نجاوبك الشيخ إن شاء الله يا سعاد. إن شاء الله بارك الله فيكم، الله ينوركم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، شكرا لك، إلى اللقاء. نبقى دائما مع الاتصالات، وعدنا مكالمة خونا إبراهيم من قسنطينة. السلام عليكم سي إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخويا. مرحبا. بيك الله يبارك فيك، سلامي ليكم وإلى الأخ أبو عبد السلام. شكرا سي إبراهيم. مرحبا سيدي، أهلا وسهلا. السلام، عندي سؤالين بارك الله فيك. نعم. السؤال الأول فيما يتعلق عشور تاع الزكاة تاع القمح. ايه المحصول. نعم هي فلاح بسيط يعني يملك قطعه ارض هكذا، استزاده قطعه ارض ونحصد ان شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. وبصح كي نحصدها ما عنديش امكانيات، والله عندي ماشينات، والله عندي امور نهزها كامل نبزعها للدوله المخزن. نعم. وعاد ملك الديون هذيك اللي نزرع عليها طبعا الزريعه والامور هذيك، نحب ان شاء الله نخرج عليها العشور كيفاه حتى نخلص الديون هذه كامله ونخرج عليها ونكشف فيها بعض الامور اخرى. يفصل في الموضوع الشيخ باذن الله، يفصل لك في الموضوع ان شاء الله. نعم يفصل في الموضوع الشيخ، راح يجاوبك بعد قليل، تبقى معنا في المشاهده والمتابعه السي ابراهيم. صح بارك الله. ربي يبارك فيك، الله يحفظك ان شاء الله، شكرا. نروحوا لمكالمه ام لجين من عنابه. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام على الشيخ، حاب نسق فيه برك. انا رحت للعرس عند واحد العامين والله. ايه. ولقيت خاتم. وشي لقيته كيما نقولوا مع الباب تلاصال، مع واحد الطابله قدام باب تلاصال، مع الاخر صاك ما عطيتلوش هاك القيمه، ديته معايا. ايه. ومن بعدك سقسيت عيطت الشيخ، جاوبني الشيخ بن عزوز قال لي سقسي، عاودي سقسي، رجعي سقسي اسكو الخاتم تاع من اللي راه. رحت رجع سقسيت مولات العرس، قلت لها سقسي، دارت سقسيت الغاشي كل، قالت لي ما كانش لي في العرس راح لها خاتم. حبيت نسقسي الشيخ بارك بك واش ندير ان شاء الله نجاوب ان شاء الله. سقسي على العقيقه، عندي ولدي مولا 11 سنه والاخر مولا 4 سنين، اسكو العقيقه نقدر نديرها درك ولا لا؟ مع ولدي ديما مريض مسكين، قلت بالك ما درتلوش كانت الظروف يعني قد قد ما ان شاء الله. لو تحب لك ندير كما ندير سقسي الشيخ برك ما هي. ان شاء الله. ان شاء الله، الله يحفظهم لك ويبارك فيهم. ان شاء الله امين. ادعي لنا الشيخ ادعي لي الوليدات ان شاء الله بالصلاح. ربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا سيدة ام نجيم، بارك الله فيك يا دولة الشيخ ان شاء الله. شكرا. احمد من وهران من الشرق الى الغرب، معنا اخونا احمد. السلام عليكم سي احمد. الو السلام عليكم. مرحبا بك اخويا، اهلا وسهلا. الله يسلمك. السلام عليكم وسلم لي على فضيله الشيخ الاخ، الله يخليك. الله ينورك، شكرا. عندي مشكل الاخ، الله يخليك، بغيت نقدمها عده مرات لفضيله الشيخ، وهذه الخطره ان شاء الله بربي وفقني وراني نتكلم معاكم. تفضل احمد. انا متزوج لسبع سنوات. شوف انا كل كلمه باغي نقولها لك راني عارف واش باغي نهضر ونتحمل بها يوم القيامه.
أنا عندي مشكل مع الزوجة تاعي. شوف يا سيد الفاضل، الزوجة تاعي ما خصها والو في البيت، ما خصها حتى حاجة في البيت، دير لي أكثر المشاكل، مشاكل مشاكل كبار. عندي واحدة العام اللي فات أعطيتها 100 مليون، عندها بروبلم ما تولدش، وأنا متزوج ومطلق. كل خطرة تقول لي سيد أحمد أنت دير لي حاجة في الآخر، دير لي حاجة دير لي حاجة. أعطيتها 100 مليون، قلت لها ديريها في البنكة هذه، وكنت شاري لها سكنة في الغيبية، قلت له كان غير بالدنيا من هذه السكنة عند الموثق لها هي. دارت لي مشاكل الكبار، هذه المرة ادت لي اللوطة في 10 شهور، عندي واحد الأسبوعين في 10 شهور، وعندي أسبوعين ادت لي من المحل 160 مليون تاع سلعة. شكيت ليها للقضاء، القضاء راني في 10 شهور ما ردوا عليا ما والو، عاودت رفعت عليها قضيه من دات لي 160 مليون تاع السلعه، رحت للقضاء وقلت لهم بلي فوالا فوالا فوالا، اعطوني ورقه استعجالي. قال لي الوكيل الجمهوريه قال لي روح دوك نبعثوا للديساتيان يهتموا بالامر. الامر تاعي الزوجة الآن وين هي؟ الزوجة راهي معاك ولا مطلقة؟ لا لا ما راهيش معايا، رفعت عليها قضية طلاق. رفعت عليها قضية طلاق مدة 10 أشهر، أنا نسكن في العيون وهي تسكن، ورفعت عليها قضية في وهران. كيف غادي يتم الطلاق؟ المحامية تاعها قالت لهم باللي، قالت للماجستيرا قالت له باللي يسكنوا في العيون. تأجلت القضية ورجعوها لنا في العيون. الحال طال، يدي لي مشاكل في الحانوت، يجي يدي لي مشاكل في الدار، وهذا الكلام نتحمل به يوم القيامة. لا راني نزيد عليها كلمة، هي مريضة، داويتها، شوف خرجتها للخارج، داويتها في الخارج. كي قلت لك شوف قسما بالله وفضيلة الشيخ راني يسمع فيا، إذا راني نزيد عليها كلمة نتحمل به يوم القيامة إن شاء الله. قال ما فيه ظلم. نعم. أحمد، وش هو السؤال اللي حبيت تطرحه؟ سؤال واضح على الشيخ، وش حاب تقول؟ السؤال تاعك. ما شو ما عندي ما نقول، عندي نقول لفضيلة الشيخ يدعي لي الله، يدعي لي الله، يدعي لي الله، يهديها ويبعدها عليا. راهي دارت لي مشاكل كبار، انا عندي محل كبير في السونتريفي، كل خطره تجي دير لي مشاكل وانا عندي سمعه نقيه. تيقول لك الزوجه تاعها عندك تجي دير لها كشفه، دايت لي 100 مليون، دايت لي اللوطو، دايت لي 160 مليون تاع سلعه، وكل يوم تعيطني وتعايرني، وانا راني بعيد عليها والقضاء مازال ما وصلش. نرجو من عند الشيخ يدعي لي ربي ويتكلم باسمي انايا، يقول للقضاء يتحرك لهذا هذا الانسان بالبشير محمد. هذا ما كان. نعم. الله يجيبك. شكرا سي أحمد من ولاية وهران، يعطيك الصحة، ربي يبارك فيك إن شاء الله. شكرا. إذا نجيب الآن مشاهدين الأعزاء، كل من يتابعنا على هذه الأسئلة التي استقبلناها في البرنامج، نسأل الله أن يوفق الشيخ ويجيب عن جميع هذه الأسئلة. سؤال سيدة أم محمد من شلف أو رشيد من شلف فضيلة من العاصمة، يقول يا شيخ ما حكم الجار الذي يؤذي جاره؟ إني أعاني مع جاري لمدة 7 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا في الدرج نتاعنا واحد المثل رائع يقول شري الجار قبل الدار. شري الجار قبل الدار، اي معناها الانسان ينبغي ان يتحرى على من يكون جارا له قبل شراء السكن، حتى اذا ما شار السكن يتوكل على الله تعالى ورب يصلح له احواله ان شاء الله. لكن احيانا فعلا الانسان يقع مع جار السوء، ومثال ذلك في التاريخ مالك بن دينار، وقبله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له جار السوء من اليهود، وكان يبالغ في أذيته، ولم يكن يرد عليه صلى الله عليه وسلم تلك الأذية بمثلها أبدا. في المدينة هذه يا شيخ؟ نعم، في المدينة. في المدينة كان اليهودي يضع قاذورات في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعند بيته، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع هذه القذورات ويزيلها من على طريق المسلمين ويبعدها، ولم يعاتبه ولم يلومه يوما. نعم. فذات يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد مكان قد تعود على إيجاده من القذورات. يوم الثاني سأل ما بال جارنا هذا، فين يعني خير خير ما غيب علينا. نعم. فقيل له إنه مريض طريح الفراش، هذاك ما كاش القدرات. فكان أول من يزوره ويعوده في مرضه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحمة للعالمين. يعني انظر إلى الجار حينما يصبر على أذى جاره. فلما زاره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهودي شاب يعني مش كبير، وكان له أب،
أبوه بجواره والرسول صلى الله عليه وسلم بجوارها أيضا من جهة أخرى. فلما نظر إلى حاله اليهودي خجل من نفسه، كيف يا رسول الله وأنا عاملت وعاملت وأذيت وبالغت في الأذى، وكان أول من يزورني ويعودني في مرضي وأنت صلى الله عليه وسلم. فقال إسلامنا يوصينا بهذا، ويوصينا أن نحسن إلى الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق على صحته. ولما رسول صلى الله عليه وسلم نظر في المريض وكأنه استقرب دنو أجله، يعني من معناها قريب أن يغادر الدنيا، فقال له يا سيدي هذا أسلم، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشفع بها لك عند الله تعالى. فاليهودي هذا الشاب نظر إلى أبيه، يعني انظر ماذا يقول جارنا هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأب عرف الحقيقة، شاف الحقيقة وعرف حقيقة النبوة وحقيقة الرسالة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا كان منه؟ كان يقال له أجب أبا القاسم يا ولدي، يعني أجبه إلى ما طلبك، فنطق بشهادة الحق. يعني شوف أذية الجار كيف كان يبالغ في الأذى، وبماذا قابل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قابله بالإحسان وبالعفو، نعم، وزاد قابله بإنقاذ هذا الإنسان من النار إلى الجنة. نعم. شوف يعني هذا الأخلاق الرفيعة التي مدحه الله تعالى بها، وإنك لعلى خلق عظيم. فلابد للجار الذي ابتلي بجار السوء أن يصبر على أذيته وأن يتحمل وأن يدعو الله تعالى أن يهديه. لأن حق الجوار كما ذكرت مرات عديدة ثلاثة أمور، ثلاث مراتب. يعني الحاجة، أول حاجة ما نعملها مع الجار نتاعنا أننا نبذل الندى، يعني نكرمه، نفعل فيه الخير بلا حساب بلا من بلا أذى، وبلا ما ندير حسابات يرجع لي الخير ما يرجع ليش كذا إلى آخره، نعمل فيه الخير. المرحلة الثانية، المرتبة الثانية، أني ما نعملش فيه الشر، كفوا الأذى، معنى إذا بذل الندى كف الأذى، معناها ما نعملش فيه الشر، ما يسمعش مني كلمة دنيا، ما يلقاش مني معاملة مش مليحة إلى آخره. هذا هو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الصبر على الأذى، الصبر معناها أن أصبر على أذية هذا الجار، يؤذيني أنا أصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال لنا؟ قال علمني ربي أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومما أدبه به ربه سبحانه عز وجل أن يعفو عن من ظلمه، وأن يصل من قطعه، وأن يعطي من حرمه. نعم، يعني أن يعفو عن من ظلمه، هذا ظلمني، إذن الخلق العفو اللي ربي سبحانه عز وجل من صفاته العفو أنه يعفو عنه فسامحه. مالك بن دينار هذا من رجال الصالحين، كان منحرفا ثم تاب على كل حال، ولما تاب صلح حاله واستقام وصار من الصالحين، من الدعاة ومن الزاهدين ومن النماذج التي يضرب بها المثل في الصلاح بالتقوى والورع. فكان له جار، الجار هذا من أذيته له صرف قنوات صرف المياه القذرة، أعطاها الجدار نتاعه، جدار مالك بن دينار، معناها بحيث تتسرب تلك المياه القذرة ذات الرائحة النتنة إلى فناء بيت مالك بن دينار، ولم يعاتبه ولم يلومه، حفر أخدودا في فنائه وصرف تلك المياه إلى الخارج ولم يلومه يوما. فلما مرض زاره، أول من زاره مالك بن دينار، سبحان الله، يا مالك أكل بعد كل ما فعلت تكون أول من يزورني؟ قال هذه أخلاق الإسلام يا ابني، الإسلام يعلمنا كيف نتسامح، كيف نصبر على بعضنا، كيف نتحمل، كيف لا نقابل الأذية بالأذية، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينها عداوة كأنه ولي حميم. طيب شيخ، إذا الجيران اليوم كبيرة من الكبائر شيخنا، ولا زال أنا رحل وصلها على كل حال، والجار رها أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كثرة ما كان يأتي جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما نزل بآية قرآنية، كلما جاء بأمر رباني إلا وأوصى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار. صح،
فلذلك الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها ورواه عبد الله بن عمر قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني يجيني نهار من النهارات يقول لي يا محمد قل لأمتك صلى الله عليه وسلم أن الجار يرث الجار، بدل الأخ يرث الأخ ولا الأب يرث الإبن ولا العكس، خلاص الجار يرث الجار. كان ينتظر هذا من كثرة الوصية بالجار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوعيد الشديد في مجلس من المجالس مع الصحابة، قال لهم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ثلاث مرات عودها. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يقسم حتى يصدق، هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك احلف ثلاث مرات والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال الصحابة يا رسول الله خاب وخسر، من هذا؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائق جاره. وش معناه الشيخ بوائق؟ معناها الجار اللي ما ينجوش ما يسلمش من أذية الجار. يا لطيف. يعني الجار هذا المؤذي الذي يؤذي جيرانه ولا يسلمون من شره، هذا الجار مهما صلى مهما صام مهما حج واعتمر فأمره مردود عليه، نفى صفة الإيمان عليه، نفى والله لا يؤمن ثلاث مرات. فإذا معنى ذلك هذا الجار الذي يؤذي الجيران راح يعمل علامة استفهام كبيرة على إيمانه، أنت مؤمن ولا لا؟ إذا أنت مؤمن راك تمحي في الإيمان نتاعك بالسلوك نتاعك هذا. إذا كان يعني ما وش مؤمن خلاص نعرفه باللي هذا مش مؤمن شرير ما يأتي من كل الشر. لكن إذا كن مؤمن، لأن المؤمن من طبعه أن يسلم وأن يطمئن على حاله على دمه على ماله من 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 من, من أخيه من جاره. الجار أول من تجده إلى جنبك عند شدة الحاجة هو جارك في الأفراح والأقراح. في الأفراح والأقراح أول من يقف بجانبك هو الجار. صح. الذي يتوسع إلى بيته عند تحتاج بيت الجار، الذي يعني أول من يقف عندك في بابك تعرف وش عندك خير إن شاء الله يلا يديك المستشفى ولا يديك الحاجة لقضاء الحاجة هو الجار. صحيح. فلذلك لازم إحنا الجيران نحسن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، معناها من لم يحسن إلى جاره فقد ارتفع عنه الإيمان وانتفع عنه الإيمان لا بالله ولا باليوم الآخر والعياذ بالله. جزاك الله خيرا أستاذنا الشيخ أبو عبد السلام. أسئلة في الحقيقة كثيرة في البرنامج نجيب عنها بإذن الله خلال هذه الدقائق المتبقية. السيدة أم محمد من ولاية لمسيلة تسأل عن السجدة، سجدة التلاوة في قراءة القرآن بعد صلاة الفجر فضيلة الشيخ. قال علماؤنا في المذهب المالكي لأن عند غيرنا تسجد متى قرأ الإنسان القرآن وصادف آية السجدة يسجد لها، لكن عند الإمام مالك والمالكية عموما قالوا لا نسجد في أوقات النهي عن النوافل. لا نسجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفل ما بين الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس مقدار الرمح. هذا الوقت وإن كنت أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح مثلا أقرأ القرآن وأصادف آية السجدة لا أسجد. لا أسجد. أمر عليها لأن السجدة أول ليست واجبة هي سنة. من فعلها أجر ومن تركها لم يأثم. هذا من ابتداء. ثانيا قال السادة المالكية إذا قرأ الإنسان القرآن وصادف في هذه الأوقات الصبح ولا بين العصر والمغرب ولا عند الهاجرة صادف آية السجدة يؤجل السجود لها إلى ما بعد انتهاء وقت النهي. بعد ما ينتهي وقت النهي أسجد. أسجد يعني معناه قريتي القرآن قبل ما تشرق الشمس وبعد صلاة الصبح صادفتي آية السجدة خلاص ديريها في بالك بيراه يدين عليك بعد ما تشرق الشمس وتطلع مقدار الرمح وتسجدي لها. نعم. ورب يتقبل إن شاء الله. سؤال ثاني فضيلة الشيخ قالت لك في صلاة النافلة أقرأ بصور طويلة وفي بعض الأحيان أنسى الصورة، هل يجوز لي أن أركع؟ متى نسيتي لا تبقي تتلعثمين وممكن تكسرين ممكن تخرج حتى من صورة إلى صورة أخرى. نعم. ركعي اقطع الصلاة واركعي. وإذا شئت أن تنتقلي إلى صورة أخرى وأنت تحفظيها أحسن ويعني تتقنيها فلك ذلك. نعم. لكن باش تبقي تتلعثمي ثم وتنقلي وتنقزي يعني تنطي على آية ولا جملة ولا كذا وتخليها تهمليها تروحي المكان كأنك ربطتي بين هذه الآية والآية وبينهما آية، هذه الآية وين راحت؟ ما عندناش حق، هذا تحريف.
فلذلك متى نسيتي وما استطعتيش أن تستحضري ما ذهب عن ذهنك، إما أن تركعي وإما تنتقلي إلى سورة أخرى. سورة أخرى نعم. السيدة سعاد من ولاية ميلا، فضيلة الشيخ، قالت لك متعودة دائما على على صيام الاثنين والخميس تطوعا ونافلة، في بعض الأحيان لا أصومها لا الاثنين ولا الخميس، هل أنا آثمة؟ لا، هو الإنسان هذه من باب النوافل ومن باب القربات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويرغب فيها، صيام الاثنين والخميس. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصوم الاثنين والخميس، قال في هذا في ذلك اليوم ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إلى الله وأنا صائم. نعم. يعني معناه الإنسان يريد أن يحب صلى الله عليه وسلم أن يتلبس بالطاعة وأعماله تعرض على الله تعالى. نعم. فكل إنسان راغب في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا والسلام. لكن إذا لم يفعل ليس عليه إثم، لأن صيام الاثنين والخميس ليس واجبا، من فعله اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونال الأجر والفضل، ومن لم يفعل معناها فوت على نفسه ذلك الفضل وذلك الأجر ولكن لا إثم عليه. واضح. سؤالها ثاني فضيلة الشيخ، قالت لك أبناء زوجي من الزوجة الأولى يعاملونه معاملة سيئة. والله احنا نقول هؤلاء الأولاد أدركوا أنفسكم قبل فوات الأوان، لأنه إذا غضب عليكم أبوكم غضب عليكم ربكم، ومن غضب عليه ربه فالله تعالى قادر على عقوبة الظلمة مهما كانوا وما كانت درجة قربهم من المظلوم، لأن خاصة أما إذا دعا عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني دعاؤه يكون مستجابا من طريقين، من طريق كونه أبا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات، وذكر من بينها دعوة الوالد على ولد على الوالد أو على الوالد، يعني إذا دعا له بالخير يصل، وإذا دعا له عليه بالشر أيضا يصل. ودعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وخاصة إذا كان هذا المظلوم أب. صح. فإذا الله حري بأن يجيب دعوة أبيكم لحاجتين، لكونه أبا ولكونه مظلوما. مظلوما يعني أنتم هلك هلك والعياذ بالله. فلذلك يجب أن يدركوا أنفسهم، ونقول لهذه الزوجة الصالحة والمغتاظة واللي يعني وكأنها مجروحة القلب من سلوك ربيبها لهما أبوك كما مثل أولادها تجاه أبيهم، قلها أنت حاولي أن تحسني إليهم، حاولي أن تكسبهم إليك، حاولي أن تصل بهم إلى أن يتخلقوا بخلق الحياء منك. نعم. والاحترام والتقدير، فإذا ما طلبت منهم شيء يعز عليهم أن لا يلبوا الطلب، عندئذ إذا أمرتهم بالإحسان إلى أبيهم وإذا طلبت منهم عدم أذية أبيهم إن شاء الله يستجيبوا لك. ودعي لهم، دعي لهم أنت بمثابة الأم، ادعي لهم ربي يهديهم إن شاء الله ويصلح حالهم. آمين يا رب العالمين. وأقنع زوجك بأن يكثر من الدعاء لهم بالهداية، أن يدعو لهم ويسامحهم. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. الأخ إبراهيم من قسنطينة فضيلة الشيخ يسأل عن زكاة القمح والعشور. نعم. الزروع يعني الزروع والثمار. نعم. بالنسبة لما يترتب على صاحب الحقل من الديون، الآن الزرع له خدمات أساسية وله خدمات إضافية. ما تعلق بالخدمات الأساسية كالزرع والحصد، الزرع ما تقدرش يكون عندك قمح إذا ما بذرتش، إذا ما زرعتش وما حرثتش، وما يكونش عندك قمح هذا بعد نبته وطالع روعه وما ذلك إذا ما حصدتش وما درتش. يعني هذين العملين من الأعمال الأساسية الملازمة لعملية الحرث والزرع. نعم. ما زاد عن هذين العملين من كونك تعمل الدواء ومن كونك توظف خدام اللي يستعمل هذا الدواء، من كونك تسقي وتجيب الماء من بنكها بعيد وما إلى ذلك، هذا يقول لك ودي إذا كان تعلق بالزكاة لازم تخصمه من وعاء الزكاة. معناه إذا عندي 10 قناطر هذا هو المحصول نتاع 10 قناطر هو فيه نصاب يعني لازم نزكي، لكن عندي أنا مصاريف صرفتها مقابل هذه الخدمات اللي هي ماهيش أساسية، إذن هذه المصاريف لازم نسددها. نسددها. نعم. نسددها، نحي قنطار ولا قنطار حسب القيمة ونزكي ما بقي. نعم. شيخ طبعا السؤال في نفس الموضوع تقريبا، الأخ يسأل يقول لك شيخ من القش لما نزكي وزكاة القمح هكذا العيني، هل ممكن أن نزكي ما يقاربها من ماء؟ هو الأصل أن تزكى العين عينا. شيخ ما كاش أن هاي 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 قلت لك الأصل هو هذا. نعم.
لكن إذا كان الفقير خاصة نظرك في المدن، في المدن يجيه فلاح يقول له ودي راني أعطيك قنطار قمح زكاة، يقول له الفقير هذا كان واش ندير بالقمح، واش ندير بالقمح يرحم والديك، نوكل الحمام في الحدائق هذا يعني مش ممكن هذا الكلام هذا. فيقول نبيعه لك أخويا أعطيه لي دراهم. هنا صاحب الزكاة ما عندوش حق يغبط صاحب هذا الحق اللي هو الفقير اللي هو عنده الزكاة في 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 شيئه، يروح مثلا قنطار القمح يتباع ب 4000 دينار مثلا، هذا مثال مش معناه، وهو يقول له ايه انا معطيك 2000 دينار ولا 2500 دينار هذا هو القنطار تاعك، لا هذا ما يدفعش زكاة، ما يدفعش زكاة، لازم يقوموا بسعره في السوق يوم زكاته. نعم. ويعطي قيمته للفقير الذي فضل أن يأخذ القيمة بدل العين. باختصار شديد رجاء شيخنا أم لجي من عنابة قالت لك عندي درت عرس قبل عامين ولقيت خاتم أمام قاعة الحفلات بديتها والآن حب نعمل وهي هذا أفتاها الشيخ عبد القادر. هي. المفروض يعني خلاص يعني أفتاها تعمل بما أفتى به وانت تنتظر بهذا الخاتم عام. ايه عام ولكن تعرف به مش عام تديروا كاين واحدة وجد في السوق كيس معمر بالمال ايه ومن بعد حب يعرفوا حب باش ما يحلوا باش ياكلوا بعد حلال يا اللي ضيع صندوق الدراهم يعني ضيع هذيك بصوت عالي لكن كي يتعلق الامر بهذاك الشيء اللي صار يقولوا بصوت غير مسموع خلاص خلاص معناها راه الدال اللي عليه عرف نعم. واش التعريف هذا فاذا لازم تعرف بهذا الخاتم لمدة سنة بعد سنة ذيك الساعة تتصدق به على صاحبتها وإذا كانت هي فقيرة وتحتاج له تستعمله صدقة على صاحبها على صاحب. قلت لك عندي ولدان واحد في عمره 11 واحد في عمره 4 وما درت لهمش العقيقة نقدر ندير لهم الآن العقيقة الآن إذا كان في الوقت اللي لازم تدير لهم العقيقة كنت عاجزة ما عندكش سقط عليك العقيقة خلاص يعني مش مطالبة بإجرائها الآن الآن إذا ربي يفتح عليك وبغيت تشكري ربي لأن نعمة الوالد راها هيبة من عند ربي ونعمة من عند ربي حبيتي تشكري هذه النعمة وحبيتي الآن تعقي عليهم جائزة جائز شلام نعم جائز وعندك تتصدقي مبلغ تقدري شعورهم يوم كانوا صغارا كم تزن تتصدقي بقيمتها البنت ذهب بسعر الذهب والولد بسعر الفضة وتذبحي إذا قدرتي تذبحي كبشين على الولد وكبش على البنت هذا هو المعمول به وهذا هو المأمور به يعني اللي أنصح به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما قدرتيش ديري كبش كبش واحد ربي يوفق إن شاء الله نعم أخ أحمد من وهران يطلب منكم دعاء ونصيحة قصته مع زوجته فضيلة الشيخ 7 سنوات زواج دفع كل دراهم والسيارة وكذا 7 سنوات جحيم يعني إيه دون أطفال دون أولاد وعلى كل حال إحنا يا وش نقوله قولوا ربي يصلح حالهم إن شاء الله وربي آمين. يهديهم آمين وربي يصلح يفتح بصيرة هذه الزوجة باش تشوف النعمة اللي ربي أعطاها لها لأن إذا كان هو على ما ذكر في نفسه وما ذكر من إكرام لهذه الزوجة أعطاها مبلغ وشراها بيت يعني معناها عمل لها كما يقولوا احنا بالدرجة نتاعنا المستقبل نتاعها ضمن لها المستقبل نتاعها والضامن هو ربي سبحانه عز وجل لكن أعطاله يعني أعطى لها الشيء اللي تطلبوا كل الزوجات اللي ما عندهمش ثقة في الزمن وما عندهمش ثقة في الأزواج هو أعطى لها يا سيدي وزيد فوق هذا تسرق له من محل تجاري مبلغ 160 مليون يعني نعم. بضاعة يعني هذه سرقة سرقة هذه تقطع يعني تقام عليها الحد الآن هو اشكاها للقضاء وما دام المسألة راهي في يد القضاء ينتظر القضاء والقضاء راه يخدم خدمته سواء عن طريق التحقيق أولا التحري لثبوت التهمة والقضاء يأخذ مجراه إن شاء الله القضاء يأخذ مجراه جزاك الله خيرا فضيلة شيخنا شيخنا أبو عبد السلام على هاته الكلمات الطيبات المباركات والإجابة عن هاته الأسئلة شيخنا زوجة هذه نقولها وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان إيه؟ هذا ربي قاله في الكلام هذا في سورة الرحمن يعني زوجك أحسن لك كما يقول المصريين خيرا تفعل شرا تلقى شرا تلقى يعني كيفها يعني هذا هو عمل فيك الخير وأحسن لك وأعطالك المال وكتب لك الدار هذا إحسان ربي قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني اللي يفعلك الخير الخير بالخير كما قال الحديث الخير بالخير البادئ به أكرم نعم وربي إن شاء الله يهديها الشيخ ومشى معها للدواء لا وربي يهدينا إن شاء الله وإذا كان ما تنجبش ممكن يعمل معها إجراءات نتاع التلقيح الصناعي إذا كان هو اللي ما ينجبش تصبر عليه مش هو الأول ولا الأخر ربي الإنجاب هبة من الله تعالى
وقال ربي في النهاية يهب لي من يشاء إناثا ويهب لي من يشاء الذكورة أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من عنده هو من عنده مش من عند غيره ويجعلوا من يشاء عقيما. عقيما واللي جعلوا ربي عقيم دير واش بغيت عقيم من عند ربي خلاص انتهى الأمر سواء كنت أنت ولا هو كلاكما يصبر على الآخر وربي يوفق إن شاء الله. فتح الله لك دكتورنا وأستاذنا وشيخنا وإمامنا أبو عبد السلام كان معنا ضمن برنامج هلا سألوا لأمسيتي هذا اليوم. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، تحيات فريق العمل، تحياتي أنا فاروق رئيس، ألقاكم في محطات مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.